بمبادرة من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك، أطلق فعاليات منتدى مسك العالمي في الرياض، أسلط الضوء من خلاله على ملفات ريادة الأعمال والابتكار وتطوير المواهب في العديد من المجالات من خلال 100 متحدث عالمي وداخلي. كيف يمكن أن نمكن النساء في أن تكون قوية وأن تهتم بأسرتها وأن نمكنها بالموارد والمصادر؟ وهذا سيكون ناجحا في التوظيف، وهذه أحد تفويض رؤية 2030 في أن نفتح فرصا لمواقع العمل. وجمال، ما طلب مني والسبب الذي أنا مغرمة به هو التوظيف للنساء والصحة، وأنا نشيطة كذلك في رابطة مكافحة السرطان الثدي، وهنالك الكثير من الأمراض لها نفس خط البداية للأثر، وهي الاكتئاب وكذلك الإعياء البدني والنفسي. وتعلمت كذلك من الخبرات التي كانت فيها من زملائي في زهرة أن هنالك كثير من العمل الوقائي الذي نستطيع أن نقوم به، الكثير من الأمراض يمكن تجنبها. أنا بالنسبة لي أنه عشان خاطر نقدر نبدع، يعني التعليم مهم لكن هو جزء من المعادلة. التعليم هو ابتكار، التعليم جزء من المعادلة، ولكن حتى يكون عندنا ابتكار وعندنا يكون مبدعين، لازم أني أدعم الطفل من هو صغير على حرية التخيل وعلى حرية الأفكار الخلاقة. منتدى مسك أولاً كان التنظيم رائع صراحة، فاق التوقعات، ورائع ان احنا نشوف ناس من مختلف دول العالم في الرياض، لان هالشيء يكسر الفكره النمطيه عن السعوديه وعن الرياض. وكان شيء جميل ان اختيار المتحدثين كان رائع، كان في ناس من مختلف المجالات، ناس لهم خبرات مختلفه، وكانت فرصه حلوه ان احنا نسمع قصصهم ونتعرف عليهم. والاهم من هاي كلها النتوركينج اللي صار بين الشباب حتى من مختلف دول الخليج، اوريدي صار في بيننا كونكشن ونفكر ان احنا نشتغل مع بعض على مشاريع مختلفه. فهاي كانت قيمه جميله جدا حق مؤتمر مسك. ناقش المنتدى جميع القضايا التي تؤثر ايجابا في جيل الشباب وتغرس الالهام لدى جيل المستقبل ليكونوا رواد اعمال في شتى المجالات، وذلك من خلال جلسات نقاش وورش عمل يشارك فيها العديد من الشباب والشابات ويتحدثون عن نجاح مشاريعهم في قوالب مختلفه تحفز الشباب والفتيات على مواصله الابتكار والابداع في مجالات الحياه وقياده مسيره التنميه. منتدى مسك العالمي قوي لاسباب عده، قوي طبعا بالنخبة الذي استطاع أن يجذبها من حيث مجال الأعمال، ولكن أيضا المفكرين، بعض الإعلاميين، ولكن الأهم من ذلك بالشباب السعودي المتواجد. قليل ما تكون في مؤتمر الغالبية العظمى من المشاركين هم من الشباب الذين أفكارهم جديدة، ما حسينا في تكرار للتصريحات التقليدية الذي نراها في المؤتمرات حول العالم. It's more than Islamic style. I believe that because Islam is rahmatan lil alamin. It's a good things like positive contribution to the society, not only to Muslim or Islamic society. Because, for example, modest fashion, it can be wear by like women all over the world. For example, in Western country like European country, they for sure need covered clothes, especially in winter. For example, they need scarf. They need long jacket or even abaya for formal occasion, for example. So I think modest fashion is for a huge market, not only specifically in Islamic market, but I think it's very important to highlight the idea of Islamic value because we deliver something unique. تهدف مؤسسة مسك الخيرية من إطلاق هذه المبادرة الشبابية إلى إيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة واستعراض تجارب الناجحين عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس إيجابا على الأوساط الشبابية في المملكة العربية السعودية.